من جديد رجع بطولة الأمم الأفريقية مرة تانية. البطولة بيشارك فيها 24 منتخب ونجوم كبار جدا في عالم كرة القدم. وبعد جدل كبير حوالين إقامة البطولة في موعدها واعتراض الأندية الأوروبية، البطولة خلاص أصبحت أمر واقع وبدأت في الكاميرون. طبعا مفيش جدال على أهمية البطولة من الناحية الكروية، نظرا لأنها بتضم لعيبة كبيرة جدا ونجوم كبار في دوريات عالمية. لكن بعيدا عن الكورة هنحاول نبص على البطولة من الناحية الاقتصادية شوية وبلغة الأرقام. هنتكلم عن القيمة السوقية للبطولة ومين أعلى منتخب من حيث القيمة السوقية، بجانب إن احنا هنبص على بنظرة موسعة كبيرة على المنتخبات العربية وفي مقدماتهم مصر. القيمة السوقية لبطولة أمم أفريقيا بتقدر بحوالي 2.3 مليار يورو بحسب بيانات ترانسفير ماركت. مصر بتصدر البطولة دي مرتين، أول مرة بأن هي أكتر منتخب فاز بيها بسبع مرات، والمرة الثانية بأن أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية مصري، وهو النجم المصري محمد صلاح. قيمة صلاح السوقية بتقدرها بنش مارك المتخصصة في اقتصادات كرة القدم بحوالي 114 مليون يورو. قيمة صلاح الكروية ديت بتدي دفعة للمنتخب المصري وبتخلي قيمة المنتخب المصري حوالي 161 مليون يورو. وبيجي بعد صلاح تريزيجيه اللي قيمته حوالي 11.6 مليون يورو، ومن بعد عمر مرموش اللي قيمته حوالي 6.2 مليون يورو، ثم مصطفى محمد اللي قيمته حوالي 5.7 مليون يورو، واخيرا محمد النني اللي قيمته حوالي 5.3 مليون يورو. منتخب مصر كقيمة سوقية بيجي في المركز السادس بين المنتخبات المشاركة في البطولة. أما أعلى منتخب مشارك في البطولة من حيث القيمة السوقية هو منتخب السنغال اللي قيمته حوالي 343 مليون يورو. بيتصدر لعيبة السنغال ساديو ماني اللي قيمته حوالي 80 مليون يورو. أما أعلى منتخب عربي من حيث القيمة السوقية هي المغرب اللي قيمتها حوالي 214 مليون يورو، وبيتصدرهم النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان اللي قيمته حوالي 70 مليون يورو. بعد المغرب بتيجي الجزائر بطلة النسخة الأخيرة اللي قيمتهم حوالي 187 مليون يورو، وأعلى لاعب جزائري من حيث القيمة السوقية هو رياض محرز اللي قيمته حوالي 40 مليون يورو. من بعد الجزائر بتيجي مصر اللي بتحتل المركز الثالث من بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وبتحتل المركز السادس بين المنتخبات المشاركة في البطولة عامة. خلصت أرقامنا النهاردة عن بطولة أمم أفريقيا، لكن لسه في أرقام تانية هنستعرضها معاكم في الحلقات الجاية، فاستنونا.